إلى ذلك قال مدير بلدية صلاح الدين المهندس فائق زيدان أن توجيه المحافظ الدكتور المهندس عمار جبل خليل بتهيئة قطع أراض سكنية لتوزيعها بين الملكات الصحية والقوات الأمنية تأتي تثمينا لدورهم في مواجهة كورونا، مبينا أن العمل سيتم بوقت قياسي. تثمينا للجهود المبذولة من قبل القوات الأمنية وكذلك الكوادر الصحية في هذا الظرف الطارئ، والذي أثبتوا بجدارة من خلال هذه الوقفة أنه تبقى المحافظة خالية من هذا الوباء الكورونا، أو يعني في هذا الوقت كان الاجتماع اليوم مع السيد المحافظ حول توجيهاته على تهيئة الأراضي السكنية لتوزيعها على المستحقين من كوادر الدوائر الأمنية والصحية. كذلك تم تشكيل لجنة من قبل السيد المحافظ حول موضوع توسيع حدود البلدية، باعتبار أن المؤسسات البلدية التصميم الأساسي لهذه المدينة منذ عام 1980 أو 82 أو 84، وسيكون هنالك تسريع لعملية تخصيص الأراضي وإفرازها. حسب توجيهات السيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر رئيس خلية الأزمة، حضرنا هذا اليوم اجتماعا موسعا ضم مدراء بلديات محافظة صلاح الدين برئاسة السيد المحافظ، وكان توجيه سيادته هو تهيئة الأراضي في كل محافظة صلاح الدين واستعدادا لتوزيعها على الكوادر الصحية وكذلك الجهات الأمنية تثمينا لجهودهم يعني الاستثنائية خلال هذه الفترة الخاصة. إن شاء الله تشكلت لجنة برئاسة السيد مدير بلديات صلاح الدين، خلال 10 أيام سنقوم بحصر ويعني وتجهيز الأراضي الجاهزة للتوزيع وتكون على شكل وجبات. طبعا كل شرائح مشمولة بالتوزيع هي ضمن توجيهات السيد المحافظ، ولكن كان تركيز سيادتي حول توزيع الأراضي للكوادر الصحية بالدرجة الأولى وكذلك الكوادر الأمنية.